بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل معكم فوائد هذه العشبة الرائعة، حصى البان أو كليل الجبل أو الروزماري، وهي عشبة كما قلنا لكم عطرية ذات رائحة زكية جدا ومهمة جدا. من فوائدها أنها كانت تستخدم في العصور السابقة كمضاد للتشنجات، مضاد للتشنجات ومنشط وطارد للغازات ولمشاكل الجهاز الهضمي أيضا. كانوا يستخدموها عند حدوث التشنجات كمادات أو مشروب ومنشط طارد للغازات عن طريق شرب مغلي أوراق وسيقان هذه النبتة، غليها وشربها في الصباح وفي المساء وبعد الوجبات تطرد الغازات من الجسم، وأيضا لمشكلات عصر الهضم ومشكلات الجهاز الهضمي. كانت يعني لها استخدامات رائعة جدا في العصور السابقة، وعندما وجد العلم ووجد الطب والأبحاث العلمية انتشرت واهتمت بهذه العشبة فظهرت لها فوائد عظيمة جدا جدا سنذكرها لكم. إذن في القديم كانوا يستخدموها للتشنجات وكمنشط وطارد للغازات ولمشاكل الجهاز الهضمي بصورة عامة، وسنتكلم عن باقي الفوائد فتابعونا.